فضل على الرياضة المصرية خصوصا كرة القدم، لأن المرحوم مصطفى أمين والمرحوم علي أمين هم اللي جابوا لمصر منتخب كأس العالم، منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 1958 في السويد. بعدها السنة اللي بعدها جم مصر 59 ولعبوا ثلاث مباريات في مصر، كان معاهم بيليه وجارينشيا وفافا ونيلتون سانتوس وجيلمر، وأعظم لاعبي كرة القدم يمكن فترة الخمسينات والستينيات. أخبار اليوم هي صاحبة الفضل الأول، وطبعا لما يتقال كرة القدم والرياضة المصرية يتقال مؤسسة أخبار اليوم. كان أنا طبعا حظ حلو أني لما بدأت قناة ART تدخل مصر كنت أنا أول مذيع على شاشة ART، وأول حوار عملته وأنا ده بعتز بيه جدا كان مع المرحوم مصطفى أمين، وما زلت محتفظ بهذا التسجيل النادر. تاني حوار على طول كان مع الشيخ شعراوي بعد ما رجع من العملية الجراحية اللي عملها في لندن، ويعني الحمد لله ربنا نجاه من الموت. فبرجع تاني لأخبار اليوم وبقول صحافة ملاحق الرياضية أخبار اليوم. الأخبار الرياضة هي اللي عملت أخبار رياضة، اللي تولى رئاسة تحريرها زملاء أعزاء، كفاءات هايلة كابتن نعمان الله يرحمه والمجموعة اللي كانوا مدرسة للرياضة الصحفية أو للصحافة الرياضية مؤسسة أخبار اليوم. فيعني لو لم أكن صحفيا في الجمهورية لوددت أن أكون صحفيا في أخبار اليوم، لأن وأنا صغير كان أخويا يجيب الجمهورية، أنا الأكبر كنت أنا أجيب الأخبار. فيعني تربيت على عشق أخبار الأخبار وأخبار اليوم صحيح، ومش هنسى أبدا الأستاذ جليل البنداري، ومش هنسى لا كتير، مش هقول حد عشان ما انساش، عظماء وفطاحل. وطبعا مصطفى حسين ده طبعا الأخبار سرقوه، الحرمية سرقوه من المسا. مصطفى حسين بدأ في المسا في دار التحرير وعرفوا قيمته، أستاذ مصطفى أمين وعلي أمين وأستاذ موسى صبري وعظماء أخبار اليوم عرفوا قيمة مصطفى أمين، ما عرفوا مصطفى حسين، وشكل أحسن ثنائي هو عمنا وأستاذنا وتجرسنا أستاذ أحمد رجب، ربنا يمتعه بالصحة ويوفقه ويبارك لنا فيه. حضرتك حرصت النهاردة على حضور المبنى والافتتاح الكبير ده، مبنى بالمواصفات العالمية فعلا زي ما قالوا، حضرتك تحب تقول إيه؟ هو مبنى بالمواصفات العالمية، بس هم لم يضيفوا إليه، هم أعادوا بناءه وتجديده. هذا المبنى بناه المشير عبد الحكيم عامر الله يعمر بيته ويرحمه سنة 60، وكان رئيسا لاتحاد كرة القدم ونائبا لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، هو اللي بناه في هذا المكان. قبل كده من اتحاد الكرة كان في شارع الشواربي اللي هي مازالت منطقة كرة لكرة القدم، بعد ما اتحاد الكرة جه هنا اللصوص بتوع منطقة القاهرة لكرة القدم خدوا مبنى اتحاد الكرة اللي كان في 4 شارع الشواربي وبقى مقر منطقة. فهذا المبنى طبعا بشكر كل من عاد بناءه وسام بناءه، كان الأستاذ العمري فاروق الوزير السابق أو الأستاذ طاهر أبو زيد الوزير الحالي للرياضة أو الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي. طبعا يعني 6 شهور أنا شفت عيط أول ما اتحرق ولعنت الألترس ولعنت الدنيا وزعلت جدا. النهاردة بحمد ربنا أن احنا عندنا كفاءات قدرت تعيده بأبهج وعالجه كل العيوب اللي كانت فيه، واستغلوا كل المساحة بأشكال هندسية وغرف مفيدة جدا جدا جدا، وبقى شيء رائع جدا. فأحمد الله أن أنا عشت زمن المبنى اللي بناه عبد الحكيم عامر، وعشت زمن المبنى اللي جدده العمر فاروق وطاهر أبو زيد ورضا حافظ. مباراة غانا بقى كابتن، حضرتك شايفها ازاي ورسالتك ايه للمنتخب واللعيبة والجهاز؟ شوف بالعاطفة منتخب مصر أحسن فريق في العالم، وهنغلب غانا 5، هما دايما لك 5 لما رحنا غانا في كوماس 5، فاحنا كنا بنقول لهم 3، الاهلي كان غلبهم من 3-0 خطيب وجاب جونين اظن ومختار اظن الجون الثالث، فما رحنا لهم 5 يعني عاطفيا هنغلبهم 5، واقعيا
مباراة صعبة جدا جدا جدا. هم أجهز مننا، ظروفهم أحسن لأن عندهم دوري وعندهم لاعبتهم كلهم يلعبونا في الدوريات الأوروبية. احنا عندنا اثنين بس اللي بيلعبوا بشكل منتظم، ولكن بالروح أنا كنت أصغر محرر عسكري في جبهة 6 أكتوبر 73، كنت عيل أصغر منك، كان عندي 21 سنة، وشفت روح والله العظيم يا رب. كنت أرى العساكر والزباب بتوعنا ملائكة، لا يمكن المانع ده والقناة اللي كلها نبلم والساتر الترابي والدشم اللي فيها القضبان بتاع قطر إسماعيلية العريش ده، خلعوا القضبان وعملوها دشم كبيرة، إزاي عدوا ده؟ إزاي طلعوا ده؟ يعني ربنا سبحانك يا رب. فاللي خلانا عبرنا في 6 أكتوبر وطلعنا الدشم دول الحائط البارليف وحان الانتصار، إن شاء الله فرقة الكرة زي الجنود إن شاء الله ممكن جدا يفرحوا هذا الشعب، لأن فعلا محتاجين لفرحة. وإوعى أحلى فرحة، فرحة انتصارات منتخب مصر كرة القدم.